أهمية التواصل بالعين. لماذا من الأفضل الجلوس عند إجراء محادثة هامة مع شخص ما بدلاً من التحدث أثناء المشي؟ ما هو شعورك عندما تتحدث إلى شخص ما وهو لا ينظر إليك؟ هل تفهم المحادثة بشكل أفضل فيما لو نظرت إلى المتحدث إليك؟ إنه التواصل عبر العين، فهو جزء من التواصل الغير لفظي والذي يتكون من خلال تبادل الرسائل دون نطق الكلمات. من خلال النظر إلى عيني من تتحدث إليه يمكنك الكشف عن الكثير من الأشياء مثل الخجل، عدم الاهتمام، الأكاذيب أو حتى نصف الحقيقة وعن الراحة وحتى الحب. في الواقع إن لغة الجسد تعبر أكثر من الكلمات، حيث أنها تمثل نسبة أكبر من مهارات التواصل لدينا. فعيوننا تتحدث عنا بزخم وعن كيفية تواصلنا مع بعضنا البعض. بالإضافة إلى ذلك، التواصل بالعين يساعد على بناء الثقة بيننا وبين الآخرين، بغض النظر فيما لو كنا نتحدث إليهم أم لا، حيث يمكننا أن ننظر إليهم وأن نحاول لفت انتباههم وأن نتبسم لهم لإظهار اللطف وبناء الترابط والثقة. وأخيراً، إذا كان أحد ما يتحدث إليك وأنت على تواصل بالعين معه، فإن ذلك يعد وسيلة لإخباره بأنه شخص مهم وأنك مصغي لما يقوله. إن هذا التصرف كفيل بإظهار اللطف الكامل بغريزة هذا الشخص، أو على الأقل أنت تبين له أنك تهتم فعلاً لما يقوله لك.